أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: ما هي شروط تعبيد الاسم لله عز وجل؟ فقد أشكل علي أن من أسماء الله القابض، فهل يصح أن أقول عبد القابض؟ كيف؟ يقول: ما هي شروط تعبيد الاسم لله عز وجل؟ ما ثبت أنه اسم لله تعبد له، العبد القادر، عبد الحكيم، عبد الملك، ما أشبه ذلك، ما ثبت أنه من أسماء الله تعبد له. نعم، إيش السؤال؟ يقول: سلمك الله، ما هي شروط تعبيد الاسم لله عز وجل؟ أن يثبت أن هذا الاسم من أسماء الله، هذا شرط. نعم. ثم يقول: فقد أشكل علي أن من أسماء الله القابض، فهل يصح؟ ما هو من أسماء الله القابض فقط، القابض الباسط، هذه أسماء متقابلة، الأول والآخر، والقابض والباسط، هذه متقابلة، ما يؤخذ واحد ويترك الثاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الباطن والظاهر، الأول والآخر، والباطن والظاهر، والقابض والباسط، هذه كلها متقابلة، ما يؤخذ واحد فقط، يقال القابض فقط أو الباسط فقط. نعم.